أنا في الأساس مهندسة كهرباء، بحب الرسم والحاجات الفنية. لما لقيتني قاعدة في البيت كتير وأنا بفتح مرة في النت كده ببص، لقيت عرايس اللي هي العرايس القماش. بصراحة يعني الموضوع استهواني. يعني الفن ده في مصر لا طبعا مش منتشر ولا حاجة. أنا فاكرة كان في حاجة على الايفنت، كان على الفيسبوك اسمه فنان مش مشهور. فأنا فاكرة كويس إن أنا الوحيدة تقريبا، أنا ونوتيلا اللي هي زينب القاضي اللي بتعمل العرايس أمازوني، اللي عملنا العرايس. بس كل واحد ليه طبعه في العروسة وليه ذوقه يعني، وفي الآخر بتطلع روحك في العروسة. يعني عم حد يشوف العروسة يقول اه دي عروسة فلانة، اه دي عروسة كذا. اكتر عروسة محببة لقلبي، والله هما كلهم حلوين يعني وبحبهم يعني، بس اكتر واحدة بصراحة اللي هي بتاعت البنت اللي منظرها ضعيف دي، لان الفستان يعني قماشته جميلة قوي، ومش عارفة طلعت بالحب ده. يعني انا اصلا بعمل حاجتي بالحب، يعني من كتر ما انا فرحانة ان انا بعمل لها العروسة يعني طلعت جميلة يعني. فدي من أكتر العرايس، بس أنا كلهم بحبهم يعني. سعر العروسة بيتحدد على حاجات كتير يعني. على أولا الشعر، طبعا الشعر الكيرلي مختلف عن الشعر الليس. تاني حاجة قماشة الفستان طبعا، الأكسسوارز اللي هتضيف على العروسة، ورينج بتاع عرايسي من 40 ل70 دولار. ليه بقول بقى السعر بالدولار؟ لان انا خاماتي كلها من الكويت. الصعوبات اللي بتواجهني في صنع العرايس، اكتر حاجه بصراحه بتواجهني التقليد. يعني بجد دي من ابشع الحاجات اللي انا واجهتها. يعني الناس ممكن تدخل تبص على شغلك وتاخده وتاخد صورك وتنزلها على انها حاجتها لمجرد ان هي متصوره حلو. يعني اصعب حاجتين بيكون التقليد وان انا ابعت العروسة يعني. فانا عشان ابعت العروسة لمصر بضطر انزلها مع اي حد نازل، يعني اقول لهم انا هعمل لكم العروسة واخلصها لكم، واي حد نازل قريب بنزلها لهم عشان اوفر عليهم يعني مصاريف الشحن وكده. بس لا، بره بالنسبة للدول الأجنبية طبعا أكتر بلد فيها الشغل ده، أنا اللي لاحظته إن الروس هم أكتر ناس شغالين في المجال ده. معتقد